من جدة معي محمد كتوع الخبير التكنولوجي، أهلا بك معنا. كعناوين رئيسة سيد محمد، ما عامل الجذب للشباب في سناب وما هو في فيسبوك؟ أشكرك على الإضافة. في بداية الأمر سبق وأن تحدثنا عن فيسبوك. حسب وجهة نظري الفيسبوك هو أساس مواقع التواصل الاجتماعي كبداية. فيما يتعلق في سناب شات هو تطبيق. في بداية لتمي يعني أعرف بس تطبيق سناب شات. سناب شات تطبيق لتبادل الصور والفيديو والشات بين المستخدمين، وتكون فكرة التطبيق على أن تتم إرسال الصورة بحيث أن الصورة تختفي عند المتلقي أو المستقبل في مدة زمنية يحددها المرسل. فنقطة الجذب للسناب شات عند المراهقين بالذات من الأعمار 18 إلى 24 بسبب أنه التطبيق ذا خصوصية عالية، بحيث أنه يعني ما حد يقدر يعرف مين مضاف عندك أو مين أنت بتشوف أو مين بيشوفك، على عكس الفيسبوك اللي ممكن يعرفوا مين أصدقائك وأصدقاء أصدقائك. هذا فيما يتعلق في تطبيق السناب شات. وأيضا الكاميرا للمراهقين نقطة جذب، يعني في تختلف عن تطبيق عن فيسبوك وتطبيقاته، لأنه الجميع نعلم أن فيسبوك يملك واتساب ويملك إنستغرام وأيضا عنده الفيسبوك ماسنجر. جميع الثلاث تطبيقات هذه المملوكة من قبل فيسبوك صارت في الفترة الأخيرة يعني تقلد تطبيقات التطبيق سناب عن طريق إضافة الستوري الخاصة فيه. نعم. فأعتقد أن فيسبوك بدأ يشعر أنه يفضل في المركز الأول، يعني بدأ يشعر أنه ممكن يفقد المركز هذا. طب يقلد السناب شات في موضوع الستوري أو القصة. ما إيجابيات الفيسبوك التي يمكن أن تكون هي مشجعة أكثر أو جاذبة أكثر لفئة معينة من الشباب أكثر من سناب شات؟ زي ما تفضلتي أختي، الفيسبوك أو زي ما ذكرت في بداية الحديث، الفيسبوك هو أساس مواقع التواصل الاجتماعي. الفيسبوك يعني مهما تكلمنا عنه الفيسبوك هو الأساس، هو اللي السناب شات ينحصر في مبادلة الصور والفيديو فقط، لكن الفيسبوك أكبر من ذلك. طيب أن يكون بسناب، يعني لا أعرف إلى أي درجة هو هذا أيضا موجود بتطبيقات أخرى أو هذه الدرجة من التأثير بسناب شات، أنه تنخفض أسهم تطبيق بسبب ما تغريدة أو لا تحديث لي، طبعا نتحدث عن يعني مؤثرين بغض النظر نجوم بأي فئة يعني بأي درجة، هذا يعني هذا يجعل تطبيق هش، هذا من سلبياته. ما هو هذا؟ والله يعني تطبيق السناب شات حاليا يبلغ قيمته السوقية اليوم 19 مليون دولار سوري مليار دولار. هذه نفس القيمة اللي فيسبوك استحوذت فيها على الواتساب بنفس القيمة هذه. يعني تطبيق إذا كانت واحدة من المشاهير أو نزلت سنابها بحيث أنه فادت أنه هي ما تقدر ما حتكمل في سنابها هذه، أكيد يعني كسمعة التطبيق هذا تنخفض أسهمه، لأنه يعني المشاهير غالبا حتى في العالم العربي المشاهير غالبا بيستخدموا سناب شات. نعم، أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا من جدة سيد محمد كتوع الخبير التكنولوجي.